مشكلة الشعوب المستضعفة لا تقتصر على سلب الحقوق ومصادرة تضحيات الأكثرية، بل تتعداها إلى أن المستفيد من هذه التضحيات هم أناس بعيدون عن الجهاد والتضحية. من أسباب تولد الطاغوت فقدان ثقافة التعددية وشيوع ظاهرة الاستبداد والأنانية وفكرة الاستئثار والانحصارية. خسرت البشرية الكثير من حقوقها عندما خرجت من دائرة الرسالات السماوية وانضوت تحت نير المادية والنفعية.